الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. أحاديث أين كشرنا وحيك صاب صني وحيل هاي الدياري مؤمنين تا oo jannada loogu diyaariyay. Jannadu hadda ma jirtaa oo ma abuuran tahay, mise aakhira la abuuri doonaa? Ahlu sunna wal jamaaca waxay qabaan jannadu inay abuuran tahay oo jirto oo hore loo abuuray, jannada iyo naarta mid walba. Waayo Allah baa wuxuu inoo sheegay inay diyaarsan yihiin. Uciddat lilmuttaqiin, uciddat liladiina aamanuu, waa la diyaariyey. Ficil maadi baa laynoo sheegay. متقين تلو دياري وشي ديارسن كوي الرمياء اللو دياري نارتنا إله يوحينو شيء عدة للكافرين قال هذا أي اللو دياري مركا تشنظ إيه النار تمد والبا وي ديارسن توا أبو رنطاي أدلة بذن وكرنا واتلمام إيساء إن إيه تشنظ إيه النار تبأي تشران وإي أبو رنيهين سيدا حديث كشيغ إياه صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام يلي جنّد إيا النار تأيى الدوضي مركا جنّد إيا النار تدوضين إلى هيبا يعني مركا كلا ساري وكلا حكومي مدنا إن الرحمة دي ستهي يعني أو إلى هي يعني أقولنا حريصنا يعد الدونه أما كرامين نحو هذا مدنا إن عذابك ستهي أو كعذاب أيوه عدي مركا وحوية متيسة أما قال هذا وكو عذابه مركا وادودين وديدنا والك لساري فعل ماضي أيكو سارورت الشيء اللعي وحكرا النبي ينوشق عليه الصلاة والسلام أرواح ذا الشهدد إن يكسو قنتها يتشندا وأي مركا ميشي دون تكداقيسو أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت كانت ماشي دون تيك غفو فيساء وإيكا الضاقيساء يعني الشمبرو قل قلدود بيكسو قانتهي أرواح داد شهددو ينفع شهددو مركا كانت ماشي دون تيك الضاقيساء حديث كاسنا صحيح كسو قانيه حديث كلا وحط الماما إياه نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة نفت قفك مؤمن كأهي وشمبر شنظ ماشو دون كالداقايا حديث كان إمام أحمد وغيره باسوري وانا مسلسل بالأئمة وي إمام أحمد باكوري الشافعي شافعي باكوري مالك مركا واسند مركا صحيح عزيز سيد ابن كثير كوبا تفسير كيسكو عضينا أيه في تفسير سورة آل عمران مركو آية ذها شهادة فصراء وحديث صحيح عزيز بورنا يا مركا تشندين أبو رنتو شرتي عطينيس وحكرو شرت النبي عليه الصلاة والسلام تشند يا النار تمد والبوالة الصي ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار صدح الحركة والغبنية حتى الجنة والنار حتى الجنة والنار حتى الجنة والنار شيء مخلوق وان هر ليت سن ما جرتو الا ان كو اركي مقام كيغا كن اه كلي كو تهي جنده اي النار حديث غاسنا و هو كسغن اسغنا صحيحه احاديث بدن يادي لك لا ايا يدنا جرتا او تلمميس مركا ساس اوديد أهل السنة والجماعة وحيكو إجماع سيهن إجماعنا وحجة شرعية كأننا ذا النار تمد والبين أبوريهن وشران يوم القيامة أن لا أبوري الدوني إهر الله أبوري الله دياري تذكى قار كوضا ومركا لمي وقال معتزل الله إلى هذا يا وحي إلى هذا ما يكأننا ذا النار تما أبورنا فإذا نكم اجرتو إن هر الله أبوره يوم القيامة أن لا أبوري الدونا إن هر الله سي أبورانا وحفا إيديكم أجرتو وحي الدورين إني الدري الشدان أشياء جنظة كم إذا أولا كردين أيو أدلا لغا قاضنا ربي بن اللي عندك بيتا في الجنة أيو
سبحان الله قفك إلى هذا مركا غرست له نخلة في الجنة إيو أدل لذا لم يتكاب الدونان إلى الدليل الشدان لكن على كل حال أدل لذا سيدليل ما أدل لذا سوحي تلماما يسامي وحلقو كردنا يعملقو الزيادنا لكن أصل كإن نيتشرين شيئا ما يسو بل يذا اللفت يذا وحلق الدليل الشنا يا إني يترتو رب ابن لي عندك بيتا في الجنة جنة إني يترتا لقا قادنا يا لكن محايد ضلب يسوا محايد إن قري اللوغة دسو guri in jannada gudaheeda looga dhiso meesha dalbanayso in looga dhiso waa xaqee wa jannada gudaheeda wa meel jannada kamida guri satirlahu nakhlatun fil janna yadun wasasil jiritaanka ay jirtana waxay aqbalaysaa in la ziyadiyo ama la kordhiyo ama wax lagu daro ama dhexdeeda wax kale laga sameeyo oo jannadii ka siimida ama arinka ku saabsan faa'ido kuma jirto in marka hore loo sii abuuro waxa loo oranaya أدلة الشرعي وحي كسو أروران والنصوصها اللي نوغو الشيغي وإن سود الله أقبلها الله نرمي ويؤمن بي وبما جئت به بيسو قليان النبي قال الرمي عليه الصلاة والسلام وحليم أردن الرمي قفك عقل قيسا وإن نكهر قي نصوصتي أدلة وإن اعتراض وإن نبشين وإننا أوران مركز صورة قل ما هالشيء نصوص الله ينوب الشيء وإننا أوران فائدة كتير تم حيتها أما حكمة دي فائدة ذا هجرت أما يانو قرن وإنه أقبل أدلة الشرع وحيك صارت إنه يلا ذا عقل يمركو أنا جرت أن فهم كليان أقبل يا ده دليل كدليل ما مركز وما أقبلنا وحين نغنى يسائن ومركز عقل يسون ده بتشوفه صاص نغنيس وحل الربا روح عقلك سامه إدراكه هجرت أميانه قرنه وإنه مركا يعني أقبلا أدلة الشرع جاهي وحي كسر أرورتي وإنه أقبلا وهو جانسما أشياء قاركود حكم كلوجت شيء ذي ذي نان قرنه يبي واجب إنه قطها إنه سده وجهه جانسنا وأقبلنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليم إلا لماذا يعني واتي مركا أي مدي سلف كقاركود أي لهدين من الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التسليم سيدا أي مدي تابعين تقاركود أي عبرين حق الله رسالة كأهاتي حق الرسول كان التبليغ يقارسين أي كأهاتي أما قارسين بصارا إننا تسليم بين صارا إن النبات قال إنه نصوص طاينا اعتراض وبين وبش وإنه جانس إنه وأقبل إنه تصين صار حكمة أن قرن أما ينان قرن وربما يعوزن الطلاع لكنه ليس له امتناع حلقة يا وحكمك إن ينقى قرصومان لكن ما أها حكمة هذي كقرصون تواد حكمة اللوجة شيء ذو قرن ويدو ما ها إن الحكمة ذي كشرين يدو حكمة ذي كشرتو أي هذانا أي دعيسا إن مركب وحوي أشياء بدن أو كم إذا حكم كائن إنه هليري وين أما جرمين حكم هذا كتير تنا هذا تنا وبجرنا إنايا وحكم إذا حكم بدن بكتير فإذا إنك كتير وحكم إذا إن دتك قار كود لوجس النعمين أيه أي كم إذا شندا وأي شندا السيب الضاقيان ما يكسي مركا راح يصنعيان نارتي ندتك قار كل قسي عذاب أيه وعذاب كي أي مركا كتشران نبينا عليه الصلاة والسلام شنذا أي النارتا مركا لا تصير يما يا هاي سوتشيت بي هاي مركا سوتشيت هاينا دي شيء حقيقة دي سبا لا تصير رياضو يضع شيء وريتشرين أي وحن وريد عن الغريوضة لكن مركي قر رحمدو بات كل عي النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة دي دتك تشينا يي مركا وي مركا وشيغ ايو انو وحوال با يعني مركا اركي حال دوي والرؤية في اليقظة واركتسو تشيد العظيم مركا ساسا اودي دي حكم با كتشرا مركا دتك غار كودنا واللوغو سين نعمين ايا چندي باللوغو نعمين ايا دتك غار كودنا واللوغو عذاب ايا دي لذا غار كودنا واشيغنا قفك أرنك النوع عاصئ إنكريا تلماما
إن أيني تشرين شنضة إيا النارتو هدى أيني تشرين لكن آخر اللي ترسين دون الله أبوري دونه وحمركا كهر إمانا يا نصوص تا آيات أحاديث بله أكور رمي شنضة إيا النارت اشتكت النار إلى ربها أي النبي عليه الصلاة والسلام نارتا ربي قد عبطي مركا صاوحي تلي إله يو قار كيب قارك كلا أيو عني أنا جيب اسمعني فجعل لها نفسين وحي لها يؤيا لي لبن نفس شو يؤيا لي مر وحي نفسنا إسا كل مرنا وحي نفسنا إسا قبو كل كو قدرنا الدنيا أكوها شان وكل كي جهنم النفس تيوي قبو قدرنا الدنيا أكوها شان وقبو جي أي جهنم أمزم هرير أي مركا نفس تيوي مركا كل كذي قبو جيدي با وحكم دين السوق قاريان حديث كعين كاسيسا شيئا يانا صحيح وكسوبيه على كل حال أدلة بضن باكس أرورتي مركا أدلة النوع عاصين الروح بينين أيو أي مركا كيما نيسا أي شيء مركا لقو مقال يسين أيو تأول بأرك النوع عاصي وقد عيا وحانا إسليهن أدلة النوع عاصا وحلو قد شيدا مستقبل كي تشري الدون تائية وحلم إذا أي مركا يعني أفهمين أما أوشين وصل أخبرت قيام ذا لوغو شيغا سيغوين ماضية تاسو كلي حوغا علولبتين وعي أوشين مركا سيدة وإن مركا إلهدين يعني وحوية مردن بالا أبوري دونا بيني اسمي لهين إيو أرهن تأول كدعي ما دام تأول كدعينا لغو مقالي سيناي ومن لدى لغا مساراي مركا وحوية على كل حال أرنك النوع أسأه وإنساس إذا لو اعتقادية اعتقادك حقه وصداس قولك خلاف صنة أورنا إيا تشنذي النار تهد مجراني آخر الله أبوري دونا أما قيام ذا الله أبوري دونا وقول باطل أه وأدلة قرآن كإيا الصنة يجمع أهل السنة والجماعة انتبه خلاف صن ويان دوامك تشنذي إيا النار تأي دائميان وي أبديهين أدلة بضن باكو صاروت مع كم إذا آيذها الشيغ يخالدين فيها أبدا سديد آيذ القرآن أكو صارو رأي تشنذ يدو لينو الشيغ أيو إنو خلود كيدو أبديه أبد لغو قيد أبد يدو خالدين فيها اللي يليو أن أبد لغو قيد مواضعك لو كالزيادة سديد دا وكبضا آيه صاروت لكن خالدين فيها أبدا سديد موضع القرآن كم إذا آيه كتمي يدو اللي نوشيغ يخلودك تشنده إنو أبديه أبد لغو قيدان خلودك النار تا لغو واريو وقال ذا أي منافقين تا قال لماذا قرسنا أي أي كواريان إنو أبديه أي أبد صدح موضع بلغو قيدان خالدين فيها أبدا سورة النساء آخر كذا يا سورة الأحزاب آخر كذا هي سورة الجن مرك خلود كا شنذا إيه النار تمد ولا هو أبدي شنذا مجو عيسو ومرد ما عيسو نار تنا ما بختي عيسو منا جمار عيسو ما بابا أيان يجو شرتنا لقى ساري مايو وحوي ومرك أبد الآبادوي كلما خبت زدناهم سعيرا مرك استي مرك جمار تنا نار تقول البالو كرنيا مرك النعيم كتشنّض يا عذاب كنارتو قال لجو عذاب يا النعيم كتشنّض مد والباء وأبدي أبد الآباد بشريا أما أدلة المام إسا ما يعني ما دامت السماوات والأرض أنت عررك يقولك دائما وحلقت المام يا أنت عررك يقولك دائما يعني مرك قدر كائن لينوش ما المام إسو إنا وحي كذب بيبا بعيسى المهم إسا أدلة ذكر وحي كل شيء إنا ولقيت بشريان ولقيتنا عذابك قال هذا العذاب أيه يا نعمين تأهل وشنها الله نعمين يا إنا باقي النقن يسوع أيه مركا الله ينوش شجر أدلة ذكر الله نقول المهم مركا ما دامت السماوات والأرض أنا ما ذكر وحي وعبارة وحي كناية كت يعني الدوام القرآن كو حكوي من أسلوب كاللغة العربية بكوي من اللغة العربية وحل يقاني مرك ليه شيء سوى أبدي ما دامت السماوات والأرض بالورنشري مرك وكناية عن الدوام لكن لقمت الماما يو إن مرك وحوي
inay baabaysay muradku ma aha ama waqtiga inay ku egtahay laga ma tilmaamayo waqtiga dheeraadkaana daadilada ayaba inoo sheegto inoo si cadaysay ama aayada kale sheegaysa illa ma sha rabbuk culamadu awjuh bay ka mareen hadii daliil u soo arooro daliilkaasi ihtimaal ku jiro oo siyaalo kala duwan uu aqbali karo adilla si ku caadina ay jirto aan si kale aqbali karin daliilka sida iyo sida mid walba aqbali kara mutashaabihi baa la yidhaahday waxa loo celiyaa muxkamka sariixa ah ee cad baa loo celiyaa oo wejiga uu ka waafaqayo oo wejiga uu ku waafaqayo daliilka muxkamka baa lagu xambaaraa هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تذكر مركا فتنة الدنيا أهل فتنة بالينوشة متشابهة سيدي ولم مغطئن الراعيان لكن وحالينوشة يعني محكمات متشابهات إن يجران محكمات كنا إيهين أصلك كوا غالب كبضن إن إيهين مركا واجب كوا محي تذكر قمنا توصني وحوية متشابهات كسلي ولم وغته أولئك تؤرع ما يعني محكمات كوعلين يعني يردون المتشابه إلى المحكم متشابه محكم كوعلين يعني وحيفهميان مركا على ضوء المحكم بيكفهميان ونراعيان تاصي فتنة دي كقبت باذيان يلو ميتان كي أي كقب حصميان موضعنا أوجه بي مركا علماء الشيخين واحتمالات با قصغن احتمالات أي قصغن الله وحيلي ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك يعني وحمرك لينوش يا إن النار تقول هذا كواريان ذاتك قال ذاهي انتو ربي دون إن كوارين مو يعني بعض أهل العلم وحيفسرين إلا ما شاء ربك إن لقت الماما إيو إنت بنانك قيامة إيو أي تشوغان إحسابت أي تاغيهين قدر كالغا استثنون إيو إنت إن أدعيس وإنت لدون إيو إن العذاب وعذابك أين كتشرين وإنت مركا كهو الرئيس إنت لقطورا إيو إبنانك قيامة أي تبيهين زمن كاسي كدعي وقول قول بعد حليه إلا ما شاء ربك وحلقت الماما يا إلا من شاء ربك وحلوتش إذا دتك أهل الكبائر كاي النار تلقسوا بحيني وقول لبعض أعد النار تقشي دو حلقسوا صار دتك أهل الكبائر كاي أصل كالتوحيد كأصغ ناضي با النار تلقسوا بحيا ويقوم مركا أبدا الآبات كمصغ نانيان مركا إن كوا اللوتش إذا استثنوا ودعيوه علماء قاركود وفسرين أو جهد علماء قاركود أي شيئين وحكم إذا أي وما شاء ربك إمك آيدك لا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي وما شاء ربك علماء قاركود أو جهد أي شيئين هل كاكو شيئين أيو يعني كو حنباري أدنا وحي كاركو درين إلا إلا ذو إلا ذو حي ودعيسا بمعنى وهو العطف ودعيسا انت عرارك يدلك دائما ايوه الا ما شاء ربك اي وما شاء ربك يوحو ربك دونه كزياده الدوام كالسماوات كايو ارلد الدائميان كالديراده اي كد دائميان يعني مركا قد هذا مركا كد دائميان اما تشند قد هذا اما النار تقد هذا الله بضع موضع بقى مركا ساسا وديد على كل حال أوجه مركا متعددة بي علماء الشيغان أي مركا تلمامين أو مركا أشياء داسي مركا إكمتهي لينو من الشيغان إلا بي إلا ربي إنو دونا يسي خلود كخلاف سن إنو دونا يو مركا إسا إنو مشيغين وأدي لذن كلاوحا مركا إنو كوهينا إنو قارض النار تينو كواريو إلا هاي دونا أي إنو كوهينا وحكالو إقاركو الدليل الشدين لابسين فيها أحقابا أحقاب وشمع حقب شمع حقب حقب أحقاب حقب قنم حال يلهذا
waxay yiraahdeen xuqbiga waxa la yiraahdaa 80 sano la yiraahdaa ama dhowr iyo 80 sano marka axqaab bay ku sugnanayaan 80 isdaba jooga ayay ku sugnanayaan 80 sano oo isdaba jooga ay ku sugnanayaan marka taasna waxay qaar kood wa soo qaateen oo waxay yiraahdeen miyena tilmaamayna inay dhamaanayso عذاب كمرك يسأل نار تجارة لجو عذاب يا إنه دمان يوم ينتهي المامين أنا ما ذوقت شوابين أوجه بينك قت شوابين أوجه أيك قت شوابين وشيء ذيك قت شوابين وحكم إذا إنا يلاهدين لا بثينا فيها أحقابا أحقابا لا تتناها وأحقابا دمانين كلما مضى حقب يعني وحوى يتبعه آخر مركز تو مركز حقب تجاو حقب كلا دبتشوجة وأحقابا لا تتناهى أحقابا رماني وأما لها إن الشيء إن احتمالك إن كسو قيها أو وجه مركا وحوية يعني كوافق كرتا أدي لذا محكمات كأ وجه نكو خلاف كرتا صدا إيا صدا بأقبار كرتا مركا وحوية وجه كوافق يسو مركا لغو حنبارو تلا إشكال وحي كلا علماء قاركود وجه كلام مرين إن لورنا يو الله بحال متداخلتان أهو الله بحال أو إسكو جذك شره ولا بثينا يضع أي حال أهيد أي ضمير كقرصون إلا قدر أيو أي جدنا يسو بالله حالين يا جملة مضارعة أساس عت المنفية بالله الون فيه إلا الون فيه سدا معناه ذو حين قرن يسا لا بثينا فيها أحقابا waxay ku sugnanayaan ahlun nar ku narta waxay ku sugnan doonaan waqtiyo aad u badan oo ahqaab ah oo 80 sano ah oo isdaba jooga la yaduquna fiha bardan wala sharaba waxay ku sugnanayaan xaal ayna dhadhaminayn narta gudaheeda bardan qabow ayna dhadhaminayn wala sharaban wax la cabana ayna dhadhaminayn illa hamiman wa ghassaqa hamim iyo ghassaq mooyaane تم عن هذا وحي نغنيسا مددن الوقيدي سديتن ذا الصنو ودور سديتن مركا نغنيا أما سديتن مركا وحي استبتش وغن نغنيا انت دونان بهل كاذان مركا يسا مركا سديتن ذا الصنو وسديتن سديتن 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 يعني انت دونان بهل كاذان هدي اللي يلاهدو ودمانيسا وأحقاب دمانيا هدي اللي يلاهدو وحقيدو نغنيسا يعني حال كلاج حالي أو لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حال مددا أين الدمينين أحقابتا جوده هذا قبوا إيه شراب تونا أين الدمينين مركا تاسي أيضا ما تدبديت سديت النذا صني أحقاب تاسي مركا لما ذن دبديت إنه عيال كلو عذاب الجو عذاب دونا سدا الله بمركا ويري هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج مرك حميم كي غساق يضل ينوش جاي إن هل النار كي يوسقنا يسوع عقاب لجوع عقاب يا أيتهاي أيها الدنو حل ينوش جاي نوع يكر إني كشران وعذابه وآخر من شكله أزواج ومرك وحوين يضل نو حل ينوش جاي مرك أساس وكلا وحين غنى يسا إن عذابك لا مرك أنا لجوع عذاب أيه مرك على هذا مثل ما ما يسا نارتي إني مرك وقت جد لمان يتل ما ميس حيك العلماء قاركود يلهذين شواب كلا هدي بلقى السوق هذا ظرف كان إن لقى قاضنا يوم مدد ما أنا يس إن لقى قاضنا يه هدي لقى السوق هذا وحلقى قاتي مفهوم ظرفي ومفهوم منطوق ما أدل هذا كلام سؤال ورطية خلود كأبدي كأشياء يسأنا ومنطوقي خالدين فيها أبدا وحنا اللي يقنا أدل هذا مركي هدي بقى تعارض تعارض كي ما ده شمع هدو سورة قليوايه وحلوك الأرجحاء أما اللوك لهور مريا سيدا مركا وحوية أي أكلا يعني مركا حوق بضنطهي أما حق الثبوت كي يسوقنا أما حق الدلالة ذا أي يتوسنطا دلالة مندوقنا وكحوق بضنطهي الدلالة مفهومك يعني المندوق أقوى من المفهوم مندوق كحوق بضن مفهومك مركا ما دام مندوق مفهومك كحوق بضن يا هي يعني يقدم المندوق على المفهوم منطوقة لغا هرمارين ايا مفهومك لغا هرمارين ايا مركا منطوقة لقديم ايا مركا وحوية جوابها دمان تضوحي عدين ايا دي خلودك نارتا اي خلودك چندوبا اي مركا ايهين ابدي ان لغانا قادن اي
meelaha ihtimalaadku ku jiray soo arooray ee markay isaga loo fahmayo si maxkamad ka waafaqays su'aal kale dadka qaar kood waxay yiraahdaan waxyaalaha ahlu jannaha loo diyaariyay iyo wax kastay doonaan inay marka helayaan lahum fiha ma yashaa'un jannada gudaheeda waxay ku leeyeen waxa la waxay doonaan bay ku leeyihiin lahum ma yashaa'un fiha lahum ma yashaa'un 'inda rabbihim adillada ku soo aroortay rabbi agtiisa waxay ku leeyeen waxay doonaan jannada gudaheeda waxay ku leeyeen waxay doonaan yaani waxa weeyaan marka adilladaas dadka qaarkood waxay yidhaahdaan miyaanay daliil u ahayn in iyaga laftooda waxaa la siinayo in laga baryi karo oo la weydiisan karo mar haddii waxay doonaanba ay helayaan dee dadka qaarkood adduunyada jooga inay u gargaaraan hadday doonaan yacni miyaan gargaarka noocaasi dhacayn miyaan markaa la gargaar weydiisan karin oo la baryi karin jawaabtu waxay tahay maya inaynu amwaaddaa dhimatay ee ahlulkhayrka ahaa inaynu barinaa inuu ma bannaana ducaduna waa cibaado caalam ghaybiya weeye marka hore baryada la baryaayo iyo yeedhashada loo yeedhanaayo ma oga kamana warqabaan mar labaadkana cidda baryaysa uma gargaari karaan yacni adduunyadanna yacni marka iyo arladanna tasaruf kuma laha miday u gargaari karaan ma aha waxa ka dhacayana kama warqabaan inaynay ogeyn waxa ka dhacaya adilladaa laga qaadanaya la yudaadanna rijaalun can xawdii kamaa yudaadu lbaciiru daallu unaadiihim rag baa laga eryi doonaabaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam darkayga sida awrka baadidaa darkaan ulahay looga eryo kaleba rag looga caydhin doonaa darkayga ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan waxaan idhaahdaa buu yidhi usayxaabi usayxaabi wa fii lafdin ummatii ummatii markaasaa waxaa laygu yidhahdaa innaka laa tadrii maa axdasu bacdak ma garanaysid waxay dabadaa soo darisiiyeen garanmaysid fa aquulu kamaa qaala alcabdu asaalix wa kuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta alraqiiba calayhim waa xadiiskii macruufka ahaa waa xadiis mutawaatira saxaabo fara badani soo wariyeen dhowr iyo toban saxaabi laga soo wariyey saxiixyada iyo sunanada qaarkood iyo masaaniiddaba ku sugan marka nebiga waxaa lagu yidhi innaka laa tadrii maa axdasu bacdak ma garanaysi waxay dabadaa soo darisiyeen garan maysi saasaa lagu yidhi axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay in ruux dhintay naftiisa ay waraysan doonaan dadkii markaa ahlulkhayrka ahaa ahlu jannaha ahaa markaasay yidhaha hebel ka waran hebel ka waran markaasay miyaanu idiin iman yaa miyaanu idiin iman yacni waa qof markaa dhintay oo isagu ayna ka warqabin u dhintay markaasay odhanaya dahaba ilaa ummihi haawiya mar haddii waxa weeye annaan arag adiguna aad tiri waa naga yimi dee waxa weeye dahaba ilaa ummihi haawiya ashya badan bay weydiinayaan cala kulli xaal wax loo bandhigaayo xabaasha ay ku ogaanayaan waa adillo saxiixa ah oo nebiga ka asaxday laga hayaa ma jiraan marka laga reebo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo salliga iyo salaamta loo bandhigaayo acmaasha lafteeda waa la yidhi nebiga waa loo bandhigayaa xadiis daciifana waa lagu soo wariyay xadiiskii mursalka ahaa laakiin xadiiska mursalka wax kaloo xoojiya looma hayo duruqda kale la soo wariyey ama anas laga warinaayo ama ibn mascuud laga warinaayo yacni waxa weeyaan waa qaaraan waxba kabi karin labada dariiqa anas laga soo warinayaan waa daciifun jiddan oo dacfigoodu waa daran yihiin mana kabmayaan waxna kabi maayaan xadiiska ibn mascuud laga soo wariyeyna waa munkar oo yacni cid markaa xifdigiisa wax ku sugan yahay baa ziyaadadaa kordhisay xadiisku inta kale ayaa markaa yacni markaa sugan oo ruwaadii kale ku khilaafay markaasoo ziyaadadaa ku daray marka saas aawadeed cid nooc dacfii ku sugan yahay hadduu markaa waxa weeye khilaafo cid ka siqannimo badan walow dacfigaasi yaanu weynaan bee cid ka siqannimo badan hadduu khilaafo wuxuu noqdaa munkar munkarna waxba laguma quweeyo waayo min qabiil khata min qabiil khata wey cala kulli xaal
حديثك عين كاسي إن نستغنين وحك الأصيع عضينا أي أحاديث متواترة إن الشيغني وتلمامي سي إنك لا تدري ما أحدث بعدك وانا حديث متواتر وقطعي وحيد بدا سود الرسيين قرن ميسي وحيد بدا سود الرسيين قرن ميسي. أما آيضها صار ريشي لهم ما يشاءون عند ربهم وحوصوا ناضي وحي دونان برب أكتيس وصوا ناضي لهم ما يشاءون فيها وحلق قاضنا يا شند قده هذا أي كليهن وحي دونان لم أعلم في الدنيا الدنيا قده هذا وحي دونان كليهن لم أعلم وفيها شند قده هذا أي عند ربهم يا عندنا ماها إنك أكتين ما الدنيا حق هذا وحي دونان كما هليان ساسودت بأحاديث صحيحة يقص أرورتي شهيدكم مركو شهيد نمقاتو إلهي باكو إله هذا وحد دونتا التمنية وحي التمنية أن الدنيا لو سوء عليه ومرضا بأي سوء جهادان وهدنا للسوء دلو وحي إلهي كو إله هذا تاصل عميس هذا هو شهد دي يقول التمنية وشعلا يستيع الدنيا لو سوء عليه هدنا لغير مايو تال لغير مايو ساس أود أدلة وحيك الصارورة الله إن لبريه لكن أمواد إن لبريكم السعرورين مشركين تنا أمواد داس يعني قاركود وعابود شرين ونبري شرين إلى هنا وحين وشاقي إن إني بريض الله بريا أين مقلين أين وحنا أترين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم حديث كأكون يسديد بقول يسقاشن يتضبع ضبعضها قاركودنا وأكون يسقال بقول يلباتن إيو سديد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب رسول كوحل عليه الصلاة والسلام لقاب قوس قانس قدر كيد يعني قانس إن لأج وفي الجنة شنذا قده هذا كسقا خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب خير وحيكون أكسنته وكخير بضنته مما تطلع عليه الشمس وحيقر رحض أصوب بحضه أو تغرب أما قر رحض مركا أي كدعضه يعني دمان أرلاذا وحا كسوغان أردان وحا كخير بضان ميل مركا وحاوي قدر قان سلعق أو تشنذا كميدا متفق عليه بخاري مسلم بأسكوا وافقي تاوال قطع عقوبة وحالي البخاري بألقار نقضي وحديث كني من حديث أبي هريرة إساقوا مسلم كمسوغنا مركا قاب كوا محي لقاب قوس علماء قار وحي كفسرين أي قدر طولها قدر كدر كيد اللي اجي هي وقول قول لبعض وحل اللي يري قابك وحل اللي يري هذا ما بين المقبض والسيه قان صدر مركز سيدا اللوتشي ذو سيدي وحل الردا يلا قدقه يعني هل كان لقبنا يلي سوتشي ذا يو ومقبضك السيه انا وحوي وهل كان مركز كلا مركز يعني قلو عضا اي فلاد سارنتاي لبعض انت ودحي سنه والغفصره ما بين المقبض والسيه وحكروا اللي يري لقاب قوس وحلقت الماما يا لبقى انسق الدركود على كل حال لكن تاسيم لا وحي وحي ليه انت تصنيه دي بان مركز مركز حي لقوية يعني قوس ولي بوحو ليه قابان بولي هذا على كل حال يعني وحوية وحوية سهلا قدر كمركز الماما يا ان قانسق الدركود ان لقت الماما حديث كلا صار ورين واتش رأي وتلمام يلا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ما يلتشاد الله لقوة شنذا كم ذا بعد يدي وحكو دحس غنبا كخير بضن وحكو خير بضن يا هيدا حق هديل يعني مركة طيضة هي حق بقاء مد والباء الدنيا باقي نقن ما يسوي بابا إسا يا يعني لكن شنذي ما بابا إسا ودائمس حبض الصمرة ذا اتشنّد كتّه الله تو حوي مركز يسأل لما ويا مركز تولّج جوي مشي كتّه الله مركب باقي النقشة مركب آيات شرته أو نعيم كتشنّد وباقي النقنة يا مرنا مركب حمّ باب آيو
مرنا مرنا ما نايو جيد قلل يا متشرو جيد مربيل يا متشرو جيد مليه سنقصام يا متشرو يعني حل مرها لجواي يا متشرو يا مر والبا نعيم كاس وحوي هاي مركا مد باقي دائم أبوي مركا حقه هذي لجاي يا يعني سيدي مركا وغمرنت هاي دباتوين إلا النعيم كالدنيا دباتوين باكوك يا دانا وحيا رب ذا نوقفك النعمة ذكرنا وقين يا تشري يعني واحد شري هم يغمي بات شري مروقة شرتي عبسية وقتية ذقار إيماني ورور با إيماني أمن الدرة إيماني سي حنونا إيماني يعني دباتوين كلا إيماني وحيا لان نعمة ذا مركا يعني قفكي إنو نعمة ذا يكون نعمة يستهم معان سدو ودي ذا يوب بضن بايسك تشري وحاسي ما تشريان كل ذلك ما تشريان نعمة ذا نمرنا بكمان نقصام يسو كمان قايس لباتنك مكيريس لا في الحال ولا في المآل هذي طاي مرك يكون نعمة صنيان عنيان يكون راحة صنيان يا هذي طاي مرضى بتون مرنبا واحد لبات أكو كينميس حديث كأكون يسديد بقول يسقاشن يسديد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام إن في الجنة جنة وحكسوغا سوقا سوق باكسوغا سوقا سو يأتونها أي منيان أهل جنه كل جمعة جمعك استا أي منيان جمعك استا أسو شرتقيان فتهب ريح الشمال فتهب وحمرك دبان يسو كل عيسى ريح الشمال دبايش مركا وحوي ريح الشمال لي لهذا يا كل عيس وحق وقويك كغي منيس فتحصو في وجوههم وحيكو الضادين إيسا في وجوههم وشيذا أهل جنها وثيابهم يدركودا أي مركا إيسا مركا وحان يعني سلا وحقو الضادين إيسا نور يبهجد فيزدادون وحيكور الصنيان حسنا قرح وناك بيكور الصنيان وناك أي كور الصنيان وجمالا يقرح بيكور الصنيان فيرجعون وصون غنيان إلى أهليهم إهل لدو دي بيكوصون غنيان وقد ازدادوا يقو كررصدي حسنا يعني وناء كررصدي وجمالا يقرح كررصدي يقول سأول ولي وقرح ذو السوب السيادي وصيدي كقرح بضن أي كقطقين بيكسوا النقنية فيقول لهم أهلهم وحكورنا يعني أهل كودو والله يا الله بانو كردارنا يلا قد ازددتم وحا كررصتين حسنا يعني وناء كبا كررصتين وجمالا يقرح أي كررصتين يعني قرح يقايا إذن كرري فيقولون وحيرنيان وأنتم إذنكنا والله الله بانو كرداراني لقد ازددتم وحكررستين بعدنا أنك الضبضيو مركان إذن كتقنا الدبديد حسنا يعني وناقية وجمالا قرح باكررستين سألنا إذن كتقنا وكقرح بدنتين رواه مسلم مسلم بصحيحة كسوري حديث كان يوحو تلماما يا أهل تشنها إن إمارين تجمع هذا شرط قيان ومير سوقة وتشنها ذكو يا الله بيسكو صبوقان ايان و اي تغيان مركا ميشا تغان ايا مركا الدبيل باللوصو ديريا يعني الليد اه ما ها الدبيل وين والليد با مركا يساكو صدع عيسا الليد اصا وحي اكردين ايسا وش يدو دا يدر كودي با قرح يسيادنيس شمعك استنوا زيادة يا قرح دا سوا كرديس شمعك استي تغان با ما هال شمعو كل جمعة اي تغان ان الليد اللوصو ديرو ودنا لا يداس قرح كردي سوا دعيس قرحنا وحي كرديسا حق مركا وجيهودي iyo jirkoodi iyo حق مركا dharkooda mid walba waana marka qurux iyo dhalaal iyo marka waxa way ay dareemayaan dadka marka xween hatta yaani xur alaynti iyo markiisa waxaan yaani dumarkii yaani waxa way xur alaynta ahay ahladii ay marka guriga kaga tageen marka ku soo noqdaan waa qurux ay dareemayaan waa qurux ay dareemayaan maalinta jumcadana إلهي واستوصى يعني أهل الجنه ولو كل نسيب بدن يهي ولا كل بدسن يا ارق إلهي الاركاي الله لا داونا يا مركزت الله داودانا قرح با اكرديسا مركا وحوي أهل الجنه يعني قاركود ما نتا جمعه كليا يا إلهي اركان قارنا وحوي مركا كبدن با اركان قارنا مركا وحوي مارين كست اني اركان با مركيس وحا دحايسا مركا سيدا وحوية طاعة إي عبادة إي خيرات كاللوكا ربط صدي أيا اللوكا لنصيب بذنه أيا اللوكا لنصيب بذنه أتي حديث كنا يكون صارورتي يعني مركي أرق إلهي الأركي الدونو
آخر المؤمنين تأرك الدونان مركي إلا الشيغي وحليلي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا مناسبة كذا حي سوامح يعني النبي وحول عليه الصلاة والسلام مركو أرق إله إلا أرك الدونان إلا الضاوان دونيها لشنو أرك الدونان الشيغي أي وحول هذا كري كرتان إن الله إذا كغالب نقن والشيطان إذا كغالب نقن لبس صلاة دود أن إذا كغالب نقن صلاة كه الرئيس قرح صبحا يا صلاة كه الرئيس قرح دعا يعني صلاة الصبح يا صلاة عصر الشيطان إن إذا كغالب نقن إذا كغالب نقطان وكد ذا شان إلى لسان هذا كري كرتان فافعلوا سميا أنا ما ذوحي له ذي وحسد له أرنيا وحوسي النبي يقول أيري تلمان ونو تلمام أيو سيدا الصلاة اللو كلا إلاليو اللو كلا إلالين بدن يهي صلاة ها خاص أهان لبدا الصلاة ذي عصر كأي الصبح أي أرق إلهي اللو كلا بطسن من صلى البردين دخل الجنة لبدا الصلاة وحيق ليه اعتبار خاص صلاة ها كلا وكفض لبدنه صلاة العصر هي صلاة الصبح ولبدا الصلاة ذي وفض لبدا صلاة ها وحانا لبدا سيفض لبدا صلاة عصر صلاة العصر بأفضل الصلوات أو الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة يعني مركة فضيقة بضنيد وصلاة مركة إسي الدحدحين إسي يعني اعتبار خاص إلى ذهي سأساودي وقت النبي يقول عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وحال الغفر ليالي حديثك الصحيحة أم ذي إذن كوه الرجال الغفر ليالي دانو يضيعين إذن كادان الله إذن كفر ليالي روحي إلى لياء يعني أشر كي لبق غربولي لبق غربو صلاة عصر دو إلى ليو ويالنا يا وحكرا حديثك الشيء يا إهل لدو دي لفتو دا إن قروح دا لو كردنا أيو ويقنا مركا أي أرنا يان والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا مركا وحوية قروح دا ساسي أكردي سامربا حديثك كون يسداد بغل يسقاشا يسقال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء إن أهل الجنة أهل جنه لا يتراءون وحي أركيان الغرف فوق يضع أي أركيان في الجنة جنة قذيه هذا حال فوق يضع سكسقيهين أما في الجنة جنة قذيه هذا أي كو أركيان فوق يضع كما تتراءون سدى أركيسان وكلا الكوكب حدق في السماء صمد كسقن الكائن في السماء حد قال صمد كسر صار واركيسان وكله أي مركا أي واركيان فوق يده كان ذا كسر متفق عليه البخاري ومسلم بس كوافق يحلم يدي هاي حديث كأنه صار غني من حديث أبي سعيد أي كنا يعني مركا لم معنى يهي حديث كأكون يسقال بغل طبعا ذا قار كنا وكون يسقال بغل يصدني يكو وعنه سهل بن سعد وحي كسر وريين مسلم كسوري رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى سهل بن سعد وحال رنشري كن يديس أبو العباس بل رنشري صحابتنا عدى أبو العباس لقو كن ينشري لبس صحابك لي أي يعني اللؤقي هي وسهل بن سعد الساعدي يا عبد الله بن عباس لبضى صحاب قرى بعد كن يدو أبو العباس لرنشري لأكسون يهي قال وحو يلي شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحان يعني حاضري وكأركي أما حاضري مجلسا يعني فرد أيان مركا حاضري وصف فيه الجنة أكسف فيه جنضا حتى انتهى إلى مركا وحوية لما يورك أكسف فين أي ثم قال دعنا وحو يلي في آخر حديثه وركيسي قدن بيه وحكور النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت فيها شنذا قديه ذا وحكسقان ما لا عين رأت وحن إلي أركن ولا أذن سمعت وحن دقينا ما قلب كسقان ولا خطر على قلب بشر قلب بن آدم وحن كسر دعين أي شنذا كسقان ثم قرأ انت أدب ذوح آخري تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وحا آخري مركا لبضاً آية سورة السجدة كسوغان تتجافى وكرد رانيسا جنوبهم لنعيدود عن المضاجع مكانو تشيفيذي كرد رانيسا
إلى قوله تعالى لقد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس نفن مؤغا ما أخفي لهم حلو قريي مؤغا ومن قرة أعين عند قبوسئة وحنده كفرحانة نفن مؤغا يعني وحي مركا جزائي أبا المرين اللو قريي أضم بيه نفؤغي مجرته يعني سي مركا على سبيل يعني وحوية تفصيل سي مركا مفصلة على سبيل الكنه والحقيقة عدوغي مجرته يعني سي مجملها اللو قشيغو وضوضوبا لكن وحوية تفصيل كأرنكا هي حقيقة ديسا يعني مركا أمؤغا نفنا وحلو قريي مركا وحلو قفرحاء وعنده كقبوبان وكفرحان رواه البخاري الغوت عقبه البخاري مركا إساقه حديثكم من سهل بن سعد يهي مسورين مسلم بسوري رواه مسلم في صحيحه لكن بخاري وحسوري من حديث أبي هريرة إساقه أي سوري وايه حديث كان لفتي سوحو تلماما يا صفادة شاندة أيو تلماما يا وحانو مركا الشيغة يا شاندة وحاكسوغا وحان إلينا أرق لقينا أين مقال قلبي بن آدمنا أنكسو دعين يا يعني أسماء ذو هلينو الشيغة لكن وحوية اسم كي وحا الدنيا ذا إنو كنا قانو يا وحا شاندة يا الله مقعه وإسكوا فقام بي لكن حقيقة هان واكل الدوين شتان ما بينهما أدبي وكل التقيين صاصاودي وكيل عبد الله بن عباس ليس في الدنيا مما هو في الجنة إلا الأسماء الدنيا ذاك غمصقنا وحد شن ذا يالا مقع يدا مويانا وحكا لك غمصقنا يعني مقع كدحية مقع أيا كدحية لكن وحوية يعني آدي آد بأكل التقيين حديث كأكون يسقال بغري يكو وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثين توكل وحي وكلا ترنا يعني لبا حديث وكلا ترنا يعني مركا وحوي لبا صحابي ما دام يهين يعني قريها لبا الرقم قرية أي الصحن يعني طريقة المحدثين تمركا الوسع معي وهي وكلا لبا حديث وليس كمتني بها هذا أبي سعيد يا أبي هريرة وحا مسلم كسوري رسول كوحر عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة هذي أهل شنو شنو قلان ينادي مناد وحدواقي مثل واقيا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا سيدة مركة وحوية سيغة ينقرن أي كإنسان يسو وحين نقول الله هاي عربي أهان أن إلا يلاهدو ينادي مركة كعمل فليس لكن بضنك وحي قريا إن على هذا وحي لذين قول إلا قدرين غنس وهي بعض قال أي إن إلا يلاهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب لكن مركي نادى إيو فعل هذا لم يتكي أي كعم الفريان أن اللي لهذا قاعدة عربية وصص ساس أودي هذا نسخ إذين قرية أن وحي نقول يسوى حول قدر ما ينادي وحد واقي مناد مثل واقي وحكود واقي أن لكم أي كود واقي ينادي وحد واقي مناد مثل واقي إن لكم أي قائلا حال أرنا يود واقي حال أرنا قائلا قول بال قدري إن لكم حيدين سوناضي أن تحيوا فلا تموتوا أبدا إن النولاتان فلا تموتوا أبدا ولقين أيضا دمن أي إذن سونات تصيدين هو المريض سأنت صح بين هو المريض قاربا بدبه المرنين يعني. إن لكم حيدين سوناضي أن تصحوا إن عافمات قبطان فلا تسقموا أيضا حنوصا أبدا ولقين وإن لكم حيدين سوناضي وإن لكم وحيدين سجناتي أن تحيوا إلى نولاتان فلا تموتوا أبدا ولقين أيضا لمن وإن لكم وحيدين سجناتي أن تشبوا إلى دليراتان فلا تهرموا أبدا ولقين أيضا قبوب وإن لكم وحيدين سجناتي أن تنعموا إلى نعميستان فلا تبأسوا أبدا ولقين بؤس يلبات أين إذن لكل من رواه مسلم مسلم بصحيح سوري حديث كان وحوت الماما يا شنظ وحل وحل لبصدو إن المركة أيني وحبك قصونين هدي جيري تهي هدي جبو تهي هدي حنون تهي هدي دبات تهي يعني إن نبا وحد دباتو شن ذا تالا مشرتو راحة شن يتالا راحة شن يتالا نعيم كأدوني مركور واحد دلاله إسخير مرلبات كوا واحد دباتو ينكو جيدا من مرصدحات كوا واحد دمانة يو باب أيه أما يدا قفك كتجي سأ ما يسقى كتجي وقت يوقفك شو جي أنا دوا بس ككوبان طيبة يا
وأيام ير ووقت يروي وحترسن انت قرأ النفسن ايه انت قرأ النحسن ايه انت قرأ البرقسن ايه وحترسن انت قرأ قلبك سقراع ايه لك 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 يا إنما نعد لهم عدا عدق علماء قاركود وحي له والأنفاس نفها الله ترمي والمال نفت وترسن تيكورونه يعني مركز تو النخس كأو أما صوت رأم السيد شيدو عمري قيبة تقطي يا قيبة تقيس مركز النعيم كي الدنيا اللي باتوين باكوك يا ضامن أكوريك سن يعني قفك حتى النعمة يستي نعمة دي وحوية وحيالها النوع ساكر له قيني مكدرات مركز أنقار كود النعمة دي بقول للنمي حنونات شراء لباتوين كرات شراء آفات بات شراء يعني عبسيات شراء يعني وحوية لباتوين مركا مصائب دعات شراء يعني ورورات شراء مرقوين بات شراء يعني وحوية وحيا لبضن عدو تشعلا أياد مركا يسأل غيابا إن قار بضن كردنتان مركا وحوية نحدين هذا مارت مركا نعيم كتشنظة إن بوح لباتا أكو قيدا من مجرد والنعمة طيب بضن والنعمة وحلم إذا آنو تشرين والنعمة أن لقاقبوبين أو لقاقيريونين وأن مركا وحوية يعني وحدي باتا يوهلين يا يعني دل يرني ما لقب باقي نقناه وعافي ماذا لقب باقي نقناه أهل تشناه حل النولين يا النولل أن قابل بقو أهين قيري إي حنونتون قيري إي حنونتون قابل ما وحلو أبوري للبقاء من باقي نقضان نولل أن قيري إي حنونتون أقبرين أي الله النولين يا مقاتشون ايان مهر راض ايان مورور ايان محنون صن ايان مسيحان ايان سيحشال انت وحوق النقن ما ايان مروا الباء وفرين فرعونيه عافيات كذو مرنا اسلمين ما نعيم كان مروا الباء وكل نعمة صن ايان وحي دونان نواي ما ايان وحلا وحي دونان الدنيا ذا وقتي ذا قار كود بها لورنشل استمارة النوع عسان دونية لأو حلق المطال ويقوضي اما حلق المصو وقوضي اما وحا سواك لقوين كل ذلك مجرد كل ذلك مجرد مركا نعيم كتشنظة وحلم ذي مجرو وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا قيري مركا إنن قيريون إن أهل تشنها إيا لين وشيغي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكوصة أرورتي قيري ذا إن لقوري عدونبا والنبي قوحو الشيغي عليه الصلاة والسلام مركا أهل تشنه تشنظة قلان أهل النار كنا النار تقلان وبمعنى عد كواريس إسوها دالوتشي ذا أي جريد لكينا يدو صورة ون أه موقال ون يدو جريد لا ذهيب لكينا ميرتشنة ذي النار تؤد حيسا أي لكينا لأن أهل تشنها والله رواقا يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت لأن جريد ولا بريا ولا جورعة نبي أي شيء عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحة مركبوح تلمامي جيرد لفتيدي إن مركا لقورا عيو وجيرد بأين تشرينن أي مركا الله ينوشاقي ساسا مركا وحوية عد مركا الضنبو لمن يسا أين مركا أتشرين جيرد لفتيدي بابا مركا يسا مركا لقورا عي سيالنبي قوشاقي عليه الصلاة والسلام ها أرنن سيو الصورة قلتها جيرد وشي مركا يسا ذات أماءها وشي عرض إيا وحلم إذا أشياء ها أرنن سي الصورة قلت إن لقورعه سي الصورة دون أنه قنكرتا يعني مركا عقلي هذا مركا سيكو إيجين أدل هذا الشيء قال إنه قل الشيء سيسا أرميه والله على كل شيء قدير إلهينا وحو البواء أودا وحو البقادر بو إلهي كويهي سيلا أدل هذا لينه قل الشيء أرميه أو أخبر أو اعتقادي وهكشكين عقلي هذا هكو هرقين عقلي هذا هكو هرقين لكن عقلي وحد بقلي سأدل هذا من راعي وأقبلي أوه قان سمي كيال وهي عقل وحول بك ما تشوابي كرو وحول بنا ما قران كرو ومحدود يعني وحيا رب ضنبان وقران كرين نفتح حتى كتر تقفك أو قفك كل رغاقي أو كتصرفها يسبب تيدا يعني حتى ما قران كرو عقل ومركاك وما فسر كرو حيطاي روح ذو محيطاي مع الضين كرو مركا ما دام أنو مركا نفتي كتر تيبا نفتي قفك كتر تيبا أنو عضين كرين موحكرو كتشوابي كرا وحيالها غيبي مذو عقل ومركا إيسا مركا كور رمي كرا أما عضين كرا ماءها حقيقة أشياء أنا مقران كرا حقيقة أشياء إسكي مذو أقران كرا ماء أمورها غيبي وينو أقبل خبر كالشرعي وقشيه أخبرت الشرعي قال له قشيه وينو سيده وهو قان سما
عقله طريقة وحكو قرطه وحكم إذا وحوق بضن حواسته يا خبر الصادق يعني حواسته يا دريما ياشا يعني مركا استعماله أي عقل وحكو قرطه دريما ياشا نوع محدود إن معين وحكا أركا إن معين وحكا مقلا أرق يا مقلكا دريما ياشا وحوق بضنه إن محدود وحكا أركيا وحي انتا كدن بيع مركا إن لهم أركيا وحي مركا مصافضة كدن بيع انت وحكم مقلو وحي كدن بيو وحكم مقلي ماي وحكم مقلي ماي مركا وحوي تكلوا قال ضمان وهدي مركا عندها اديقتو دي اشياء غير كود سي ايني اهين بي كو تسينيان هدي مكا مركا وحوي اد سو قادو قالين اما مركا اسا اول توسن او سدا او توسن اد سو قادو بي سدا او دخغريسو مديبد بي كو جيران وحا عندها كو تسينيان وش ماشي بيها كغا جيرتو دعلكا يعني هلكا أي بيها كجشي إني كتشبنتهاي بأرجع وقوت الصينية مركز ساق وصل صارتنا وحلا وحي قبته مجرد يا وبصر كي أخل دميوي وخطأ في البصر يا مركز ساس أودد ما دام عين كاستهاي دينو عقله مركز إلى ذو حب أنا كتشواب يوحل بأنا كور ما يمه أمورها غيب جاي مو جم أنا قرن كرو من إدراكي كرو هذا مركز آلات كان عصبة سكر لي أما ها هذا ديار هذا هذا أما ها هذا وحوي مركا صواريخ ذا أرض أرض مركا يسقى من قارة إلى قارة اللي يسقى رداية ها هذا أما ها هذا تليفون هذا هذا يعني مركا وحوي بلد ذا فوق مركا لقول هذا يو مركا أطراف الدنيا اللي اسمه له يو بل مقال يموقال أه وقف كيو الرغاق يو أذكر كيسو أضل هذا يسو انت آلات كان عين الصوب حين هدي قفك اللو شيق لها وحوران لها مستحيل ويا مدعي كرتو دايما كانوا وحا لقرنا يا انه تشي واقع ومركا يسا مركا وحوان يعني لقرنا ايو انه مركا اتشرتو لقرنا ايو هدي مخلوقات كو اشياء ذا يسميين عين كاستهي او هدي مركا وحوي يعني صدح بقول السنة كهر مركا يسا قادتك اللو شيق لها اما افر بقول السنة كهر يعني اين الرميسان كارين دات فربضاني أقول الله هاي المستحيل وي فالمحاض مرينيس أخبرته مركا إلهي رسولك سينو الشيقية يا محاض مرينيس مركا ساس أودد يعني عقل وحول بك ما تشوابي كرو وحول من مؤغان كرو ومحدود وانا خلدمي كرو وانا صحمي كرو عقلي قاقا يا شرعي هاته يسكهري مادان وان شرعي قال الراعة شرعي قال اللوه بقان سماء عقلي قال الشرعي قال الدبق ليه وايو دي عقل هو خلدمي وقرن وايا وكعيا وكفيا لكن وحوي شرعه واسحي هي ومعصوم ودوري هي خلط ما أقبله ساس أودي سو صاروري وين مركب حي الله رميا هل كان واحد كلو تنبيهنا يا الدلة ذو حي كص صارورتي تذكى نار تجلي أهل الكبائر كأهي يجو إن الدمانيان تاسنا وحكو صاروري حديث كمسلم صحيح كسوري أماتهم الله إماتة أي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي با دليا أماتهم إماتة يعني دلس بو دليا مركا دمنا إن لغسو صار ماء الحياة لقلنا أيو أي الله ينوش شاقي وحي كخاصتا حكم كاسي أهل الكبائر كي كخاصتا بعض أهل العلم وادونين أولان ويلهدان موتك وحلوت شيدا إحساسك يدرين كان لغا تكسين أيا أيساكو أولان ومدري ميان أما سيدي وحور دوك الله لقدر جيا أما إحساس كي الدرين كان لقدر تكسين جيا شو راحوا لحديثنا اللي بدأ وتشيبه وشيء جيا لكن وحي هور مرينا يا وتشي الظاهر كحديث كوكتوسنا وأنا سيدي إمام النووي يا علماء ذي كور يسي مسلم شرح ضيبا أي مركات تلمانتي لبدأ قولنا وحي هور مرينا قول كأهين موت حقيقي أي هي وأي مركي سوحا لمنيان يعني مركات ساس يدا أي هور مرينا مركز ضمنا أي ماذا قاركود أي أرجحين أنه يلفتي سكمي هاي علماء بضان وكلنا الشيقين يعني ابن رجب إيه علماء ذكال الشراح ذا أهل علمي بضان با الشيقي ومركز سوحة تلمامي كما نهر من إسا حديثك الشيقي إن قريد لقو رعي وي وقت قال لقو رعي وقت قال ساكل الدوان وقت قال لقو رعي ومركز أهل تشنه أتشنه ذا كل ماذان وعيد تشنه ذا قريد دون تا وكهر لي أين يتشرين يعني مركا في الآخر عدة قري دونتا مركا دمانا يكون لماذان وعدة أهل الكبائر كان نار تلقى صوصاري وعدة نار تكوار يسون إسقو هر لي مركا ويه قورتا مركا وحويه قريد اللقو رعيا
أما أنت كهر رئيس ماءها مركا وحوي وحين يكون قارتي حكم كاسي أهل الكبائر كسيد أحاديث الصحاحي كسر أرطي أي تلمام يسو أي يكون قارتي ابن خزيمة اللفتي سو حكم الشيء كتاب التوحيد وأنا أبا بيصنيا وأنا كجاه الله يا ابن رجب حكش كل شيء يا شروح دي صغار كود أي كل شيء يا آل علم بضم بمركا يسوي الشيء مسألة النوع سو مسألة دقيقة يعني تصفر بضم الطلبة كم إذا ومسألة مركا يسوي كقرصون قار كود إشكال قصة ما يسوي مركا مقلين أما في بعض الدروس أنك الشيء يعني إشكال قصة ما يسوي لكن وقتي هذا قار كود وحن سوق هذه كتبت مركا يسوي مركا علماء هذا قار كود أو مركا يسوي نص هذا الكود أيان أخري إما كانوا حن الشيء يا أن من باب التنبيه أي الشيء يا عدي دون إنسان إني أراجع ذو أي كنا برارك سنة الصلاة سنة تهاي وجدان صحض إني تهاي الصلاة حقه أهل الكبائر كون نار تجده إذا وي كل من يان موت حقيقي لمن يان كدبنا ولا صون ولا إندونا أما عدة أهل الكبائر كأن أهين قال ذي قال لما كل ما تيأها يقول لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ولا يحيا نار تجده هذا كمن النولان أيه كمن الدمان أيه أو حكشرا سرع مريال يعذب شو كتاب كشرا يعني مركا نفطه كما بحيسه نفطه كما بحيسه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أسباب تجريدي وحل قل لمن كرائي أي مركا جس والبكاء من أيه لكن نفطه السرنان إسحاق كما دعيسه أمر والب ويكشرا إسحاق يعني دبعت هذا النوع عسى أي يجو كشريان مركا الله بذا حكم إن على سوق الدين يعني مركا ويان من باب التنبيه بأن هذا نوشة جاي الكاهن يقول شو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.